طب سؤال بقى ليك كده، كل دول بيتقال عليهم كانابينويدز، كلهم كانابينويدز، بس الكانابينويدز ده ربنا خلق لنا جوه جسمنا حاجه اسمها اندوكانابينويدز. ايه وظيفه الاندوكانابينويدز بقى؟ قال لك الاندوكانابينويدز دول يا شباب حاجات موجوده جوه جسمنا وظيفتها حاجه اسمها بام. ايه بام ديت؟ بتحسسك بالبين، او اسف تقلل احساسك بالبين. لو حضرتك ما عندكش اندوكانابينويدز جسمك يحس بكل حركه عضله بتعملها، يحس بالدم وهو ماشي، يحس بالبريستالسز اللي في بطنك. فتلاقي الناس اللي بتاخد حشيش وتبطله يقول لك اكتر حاجه بتوجع في الويدرول سيمتومز اني حاسس بكل حاجه جوايا. ليه؟ لان حضرتك لما بتشرب حشيش الحشيش دوت عباره عن حاجه اسمها فايتوكانابينويدز. الفايتوكانابينويدز بتعوض الاندوكانابينويدز اللي جوه جسمك. فلما حضرتك بتاخد فايتوكانابينويدز جسمك يقول لك وانا ابذل طاقه ليه؟ ما خلاص مش عايز اطلع اندوكانابينويدز، هو كده كده بيديني فايتوكانابينويدز من بره. تيجي حضرتك تعمل ستوب للفايتوكانابينويدز، عايز تبطل الادمان اللي انت بتدمنه دوت بعد الشهر عليه، يقوم جسمك يقول لك يا عم لا هو مش بالزرار بنفتحه ونقفله، هو انا مش في لحظه اشغل لك اندوكانابينويدز لما توقف اللي بره وفي لحظه اقوم موقفه لما انت تجيب لي من بره. لا يا الدنيا ما بتمشيش كده، لازم الموضوع يمشي تدريجيا. فلحد ما الاندوكانابينويدز ترجع تاني، لحد ما الاندوكانابينويدز ترجع للليفلز بتاعها في الدم او في السيرم بتاع الدم تاني، حضرتك بتبدا تفضل تحس بكل البين سنسيشن اللي الاندوكانابينويدز كانت المفروض ايه تخفيه، زي البريستالز فتلاقي بطنه وجعاه، زي الموفمنت بتاعت المصل فتلاقي عظمه كل العضلات بتاعته كلها تعبانه ووجعاه وهكذا. طب ايه التاني كلمه بام؟ ابيتايت ستيميوليشن. يعني تلاقي الراجل اللي مبطل حشيش دوت رفيع قوي. ليه؟ لانه ما عندوش حاجه تفتح له الشهيه. ولو تاخد بالك وتفتكر ان احنا قلنا ان الدلتا 9 تترا هيدروكانابينول ليه تاثير ان هو ابيتايت ستيميولانت، فاتح شهيه كمان. فتلاقي ان برضو الناس اللي بتشرب حشيش ديت لو واحد مش 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 ما عندوش نفس انه ياكل، تلاقي الراجل دوت يقول له طب ما تيجي كده اخدك اكلك اكله حلوه، اكلك اكله حلوه، ما هو يقول لك انا مش عايز اكل، يقول له طب استنى هنشرب سيجارتين جوينتين كده قبلها تفتح نفسك على الاكل. وفعلا تشرب الحشيش نفسك تتفتح جدا بسبب ان الدلتا 9 تترا هيدروكانابينول ابيتايت ايه؟ ستيمولانت. ثالث حاجه الام الاخيره الام الثالثه المود. يعني ايه المود؟ قال لك بتخليك مودك رايق كده مش متنشن. طب لما الراجل دوت يبطل تلاقي ما عندوش اندوكانابينويدز وما عندوش فايتوكانابينويدز تلاقي مودك دايما مقريف ودايما متعصب. اخر حاجه الميموري. من الحاجات المميزه قوي في الكنابس انها بتشفط الميموري، يخليك مش قادر تصنع ميموريز جديده، مش قادر تصنع ميموريز جديده. ومن الحاجات اللي ربنا انعم علينا بيها هي نعمه النسيان. بسبب الايه؟ بسبب الاندو كانابينويد. فالراجل اللي بيبطل الكنابس دوت فكك ده فاكر كل حاجه، كل وجع بيتألمه بيفتكره. ولذلك تلاقي معظم الناس لما بتبطل حشيش بتبطل بلا رجعه، لان هم فاكرين اعراض الانسحاب او الوذرول سيمتومز اللي جات لهم فاكرين لها، فاكرينها ليه؟ لان ما يقدرش ينساها، لان في الفتره دي ما كانش فيه اصلا اندوكانابينويد. طب سواء كان اندو او فايتو الاثنين دول حاجات موجوده ناتشرال، يا اما موجوده في النبات يا اما موجوده جوه جسمي. ممكن انا اعمل حاجه سينثيتك مصنعه من بره؟ اه ساعات نقول عليها كمان سيمي سينثيتك، يعني نص تصنيع، يعني شويه وشويه. فيقول لك بقى كده من الكنابس تعالى نعرف الفكره بتاعت الكنابينويز ديت. الكنابينويز اكتر حاجه تكون عارفها ان الكنابينويز ديت برضه عباره عن مسج. مسج. فالكنابينويدز دول فلنعتبر الدايره ديت هي الدلتا 9 تترا هيدروكانابينول. بتروح تقعد على ايه؟ اكيد هتروح تقعد على ريسبتور شبهها. الريسبتور بتاعها ده اسمه ايه؟ اسمه كنابينويد ريسبتور. فلما تقعد عليه تعمل الافكت اللي هو بام، بين ابيتايت مود ميموري. الريسبتورز ديت اكتر مكانين منتشرين فيه في السي ان اس او في الدماغ حاجه اسمها السيريبيلم وحاجه اسمها البيزال جانجلي. السيريبيلم دي معناها البرين الصغير او الدماغ الصغير لانها موجوده هنا في حته صغيره كده. والبيزال جانجلي ده بيبقى كده زي دايره او مربع في نص البرين. جوه البيزال جانجلي دي او مش جواها يعني حواليها كده ناحيتها في حاجه اسمها الهيبوكامبس.
اكتر حته بتتاثر بالكانابينويدز هي الهيبوكامبس دي. طب والهيبوكامبس دي اصلا وظيفتها ايه؟ وظيفتها حاجه اسمها الاس تي ام، شورت تيرم ميموري. فحضرتك تيجي تاخد الكانابس تشتغل على الشورت تيرم ميموري، توقف الشورت تيرم ميموري. هو اصلا ايه الشورت تيرم ميموري دي؟ الذاكره القريبه بتاعت الحاجات القريبه. يعني ايه؟ يعني مثلا حضرتك لسه حالا انا مسلم عليك، ازيك يا اشرف عمال انسى الحاجه اللي لسه حاصله، عمال انسى. ملاش بقى علاقه بالحاجات القديمه، انت ما بتنساش القديم، الحاجات اللي لسه حاصله مش قادر ديفلوب نيو ميموريز، مش قادر تتعلم حاجه جديده. وعشان كده يقول لك الناس اللي بتشرب حشيش كتير الاي كيو بتاعها بينزل جدا، مش قادر يتعلم حاجه جديده. ويقول لك الناس دي بتبقى عايشه في ايه؟ عايشه في خوف. اولا بس قبل ما انسى حوار الشورت تيرم ميموري دوت، لازم تبقى عارف ان اي حاجه جديده بتعلمها بتنتقل من اول حاجه بتخش على الشورت تيرم ميموري، وبعدها تنتقل لللونج تيرم ميموري. اللونج تيرم ميموري خلاص اتخزنت، عمرك ما هتنساها، هي اصلا ما بتخزنهاش في الشورت تيرم ميموري، فعمرها ما هتوصل لللونج تيرم ميموري. الناس بقى اللي بتشرب حشيش دي دايما عايشه في 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 خوف، في انكزايتي، في ديبريشن، في اكتئاب، في شيزوفرينيا. فاحفظها كده، عايشين في شاد. ايه شاد ده؟ شيزوفرينيا، انكزايتي، ديبريشن. غير كده ان الحشيش دوت بيعلي الهارت ريت لمده 3 ساعات بحالهم. ده انت ممكن بعد الشر اللي بيشرب ده يجيله هارت اتاك من كتر ما الهارت ريت بتاعه عالي لمده 3 ساعات متواصله. واخر حاجه لازم تكون عارف ان هي ادكشن، ادمان، زي ما احنا قلنا ادكشن ليه؟ ناركوتيك يا باشا، فيها دلتا 9 تترا هيدروكانابينول واخواتها، الناركوتيك ريزن كله. طب ده كده كان تاثيرها على الجي اي تي اللي هو مين؟ اللي هو بتاع حوار النوجا والفوميتنج وان هو ابيتايت ستيمولنت. هل هي بتاثر على اي حاجات ثانيه؟ اي بتاثر مثلا على اي وظائف ثانيه جوه جسمي؟ اه طبعا بتاثر على القلب، ما انا لسه قايل لك انها بتزود الهارت ريت لمده 3 ساعات، تعمل حاجه اسمها تاكي كارديا. طب على اللنج؟ قال لك دي مليانه زفت وقطران ومليانه حاجه تعمل برونكيال اريتيشن، برونكيال اريتيشن. طب وعلى العين؟ تلاقي واحد دخل لك يصلي له يا دكتور قطره بروزولين. ليه بروزولين؟ قال لك دي كونجستنت، هو اصلا بيعمل احمرار في العين، بيعمل حاجه اسمها كونجنكتيفال كونجشن، التهاب في الكونجكتيفا، الحته البيضه اللي في العين ديت. غير كده كمان في الاندوكراين بيأثر على الهرمونات بتاعت حضرتك، وانت كراجل اهم حاجه عندك يا حبيبي هرموناتك، تخلي بالك على هرموناتك جدا. اشرب حشيش يا حبيبي براحتك، اشرب زي ما انت عايز، هيقلل التستوستيرون بتاعك. وعندنا في مصر لازم تعلم على المعلومه ديت، عايز الراجل ينفذ لك طلباتك اثر على هرموناته حبيبي، خوفه من هرموناته. الاندوكراين دوت يا شباب حياتك كلها، واهمهم مين؟ التستوستيرون. يعمل ايه الكنابس في التستوستيرون؟ يقلله. ولو حضرتك اردت انك تخلف، يخلي السبيرمز بتاعتك اولا عددها اقل من الطبيعي، اقل من 2 مليون، اقل من 3 مليون سبيرم بير ايجاكيوليشن، فيبقى عندك قدره اقل انك تخلف. وغير كده حتى لو حضرتك طلعت سبيرمز، لا حبيب قلبي تعالى كده معايا، ده هيطلعوا اوف لو موتيليتي، ما بيتحركوش وما يقدروش يوصلوا للاوفا، هيطلعوا اوف لو نمبر، كميتهم مش كفايه انها توصلهم، هيطلعوا مال فورمد، يعني شكلهم بايظ. طب خد بقى الكبيره كمان، لو انت بتحشش وصباح الفل ماما كمان بتحشش، ابنكم يبقى عامل ازاي؟ دي ماما لما تحشش يحصل لها ابنورمال منستريويشن، وتاني حاجه تطلع الاوفا بتاعتها مال فورمد برضه. صباح الفل، مال فورمد سبيرم على مال فورمد اوفا، تجيب لك عيل بتسع رجول. حاجه اسمها تيراتوجينيك. كلمه تيراتوجينيك دي يعني ايه؟ تعمل تشوه للاجنه. فليه يا حبيبي؟ ذنبك ايه ان ماما تبقى حشاشه؟ ذنبك ايه ان بابا يبقى حشاش؟ ده كده التاثير بتاعها على ايه؟ على الاندوكراين. على السي ان اس يا شباب، تاثير السي ان اس ده خطير، تاثير السي ان اس ده خطير جدا، بيعمل حاجه اسمها impairment of reaction time. بص كده، عايز تتخيل معايا؟ جيت انت وقمت خبطني كده. مش حاسس بالوقت، مش حاسس بالوقت. وغير كده كمان impair الموتور coordination. تيجي مثلا عايز بقى انت خبطتني، عايز ترد لي طرب، في ايه يا عم؟ تقوم جاي ضارب في الهواء.
ده كده مش عامل كوردينيشن على العضل اللي انت شايفه. الماسلز بتاعتك مش قادره تتحرك، مش قادره تتحرك زي ما انت عايز. غير كده كمان فجاه تلاقيه بيعيط، وفجاه تلاقيه بيضحك، فجاه تلاقيه بيعيط تاني، وفجاه ينام. تعمل حاجه اسمها لخبطه، بيعمل حاجه اسمها بانيك رياكشنز. فجاه كده شايف حاجات غريبه، فجاه سامع حاجات غريبه، فجاه عمال يفتكر كل حاجه حزينه وعمال يعيط فلاش باكس، عمال يتخيل حاجات غريبه، فيجوال اند اوديتوري هالوسينيشن، هلوسه، بيسمع حاجات غريبه وبيشوف حاجات غريبه. فحبيبي من الاخر كده، بطل حشيش، انت حشاش، اوعى تتبسط انك حشاش يا حبيبي.